بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا السباق المحلي وفي صباح هذا اليوم الخميس 26 من سبتمبر لعام 2024، حيث نصل في هذا اليوم لسن الجذاع لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 12 شوطا. هذا هو الشوط الأول الرئيسي، ينطلق على بركة الله وحفظه من مسافة 4 كيلومترات، متمنين التوفيق والناموس لكل المشاركين في هذا السباق المحلي الذي يصنف بأنه من أقوى السباقات التي نشهدها في هذا العام، وذلك بناء على الاستعدادات من قبل ملاك الهجن في الخليج والتوقيتات الزمنية الحاضرة والمنافسات حتى خط النهاية. إذن سباق محلي يشهد عن موسم وينبئ عن موسم قوي بإذن الله تعالى. شكرا لإخواني المنظمين في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما يقومون به من جهود جبارة لإنجاح هذه السباقات. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول خيرة من هجن أم الزبار، مضمر خيرة محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، بينما المركز الثاني تتقدم منوه من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران المري. وننتقل للمركز الثالث، تسللت الزبارة وانطلقت الزبارة من هجن الشحانية مضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، وتليها على المركز الرابع يا ابو حمد حكاية تصل على المركز الرابع من هجن الشحانية مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما الدور دور طيف من تحتل المركز الخامس في ندائنا الأول طيف لهجن المرقاب يضمرها سعيد بن حمد الوهيبي. هذا هو ندائنا الأول. شوط مكتظ بالأسماء وبالشعارات في هذا الشوط، تفوق 20 بكرة في هذه الانطلاقة الرئيسية. دائما نشاهد وتعودنا دائما وأبدا انطلاقة الأشواط الرئيسية بنخبة الأسماء بالنخبة. اليوم هذا الشوط مكتظ بالأسماء القوية الحاضرة لانتزاع واختطاف أقوى أشواط الجذاع اليوم لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. مقدمة الشوط من تسللت وسيطرت على زمام الأمور منوة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران، يقدم منوة، تسللت وانطلقت في المركز الأول، بل خطفت المقدمة الزبارة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، بينما المركز الثالث حكاية من هجن الشحانية ضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، المركز الرابع خيرة لهجن أم الزبار ضمر محمد بن بخيت بن برقان. ياهو شوط رئيسي قوي، أسماء عملاقة في عالم التضمير، أسماء لها مكانتها في عالم التضمير. المركز الخامس التسلل من قبل هروب لهجن الشحانية ضمر محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، وأرى بالعين المجردة خلف دائرة النداء أسماء أيضا عملاقة قادمة في الأمتار القليلة القادمة. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، الزبارة 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 على مقدمة الشوط لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن عقيل. المركز الثاني تصل فيه منوة من هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران. المركز الثالث تحركت خيرة لهجن أم الزبار مع محمد بن برقان بن مقارح، بينما المركز الرابع من تسللت حكاية لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الخامس المتسللة في هذه اللحظات
المسحبية في أول نداء لأجل الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. وبدأنا نقترب أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم من الأمتار الحساسة للمضمرين للمسايرين، الأمتار الكيلومتر الأخير، أمتار وأجواء الكيلومتر الأخير. بدأنا نقتحم الكيلومترات الأخيرة وبدأ الإقلاع، تسللت هجنم الزبار، انطلقت هجنم الزبار مع خيرة، والخيرة فيما اختاره الله يا بن برقان، خيرة 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 على مقدمة الشوط تزاحم هجن الشحانية في موقف رهيب ومهيب. الكيلومتر الأخير يا الصارم، الكيلومتر الأخير يا الذهبي، الكيلو الأخير يا البرنس، يا مضمرين يا المشاغب يا المشاغب. الكيلومتر الأخير بل 800 متر الأخيرة مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول بدأت بالتسلل الزبارة، الزبارة بأدائها الفنان بشكلها الممتاز، ولكن هجنم الزبار، هجنم الزبار مع الصارم مع خيرة بدأت تغير الموقف، تبدل الموقف. في هذه اللحظات عادت لاختطاف الصدارة للمركز الأول، ولكن المسحبية 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 لهجن الشحانية معك يا البرنس جار الله بن عقيل، جار الله بن عقيل، ويا سلام يا سلام. ولكن هجن الشحانية بقيادة البرنس تسيطر على المركزين الأول والثاني، سيطرة شحانية، سيطرة عنابية، سيطرة أيضا من قبل البرنس في عملية التضمير مع المسحبية ومع الزبارة، تألق وأيضا تميز في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام على هذا الأداء الفنان، على هذا الأداء الممتاز، على هذا المستوى الكبير الذي تقدمه هذه الهجن بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل. أشكرك يا البرنس، سلام يا البرنس سلام. الله المسحبية، المسحبية، وهنا الزبارة، والزبارة والمسحبية، ولكن المسحبية تحسم الموقف. سلام لهجن الشحانية، سلام سلام يا البرنس سلام على فوز المسحبية بالمركز الأول وفوز الزبارة بالمركز الثاني. تهانينا للشحانية وهجنها، وتهانينا للبرنس جار الله بن عقيل على الثنائية في الشوط الرئيسي مع المسحبية ومع الزبارة. المركز الثالث خيرة لهجن أم الزبار مع محمد بن برقان بن مقارح. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت تمكيدة لهجن أم الزبار مع محمد بن برقان بن مقارح. المركز الخامس، المركز الخامس قيادة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. إذن تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهاني موصولة للبرنس جار الله بن عقيل، والمسحبية تنتزع المركز الأول بدون أي أوامر والعصا في الأبطان. ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى الفنان، على هذا المستوى الكبير، ونتمنى لها موسما موفقا مع هجن الشحانية. قطعت المسافة في 6 دقائق 16 ثانية، 94 جزء من الثانية. التهاني والناموس للشحانية وهجنها، تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل، والعصا في الأبطان بدون أي أوامر على المسحبية. المركز الثاني الزبارة، قطعت المسافة في 6 دقائق 17 ثانية، 13 جزءا من الثانية. التهاني على فوز الزبارة بالمركز الثاني، وسلام مرة أخرى للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث اللي ما قصرت، قدمت خيرة أداء ممتاز، قطعت المسافة في 6 دقائق 17 ثانية، 82 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لهجن أم الزبار، والتهاني موصولة لمحمد بن برقان بن مقارح. تهانينا يا الصارم، تتواصل الأشواط الرئيسية.